أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإمساك من صفات الله تعالى؟ يا أخواني أنتم لا كل شيء يرد تأخذون منه اسم لله، كل فعل ما فيه الإمساك، فيه يمسك ما يمسك، وما يمسك فلا مرسل له، وما يمسك فلا مرسل له، فلا تقل من أسماء الله الممسك، تقول ما أمسك الله فلا مرسل له كما في القرآن. نعم.